تفضل يا عبود، عندك الموضوع. ليش بعض الشوت لازم نعيرها او لازم نبرمجها؟ بس نسوي شيء احسن. شنو؟ متى تبرمج سيارتك؟ في عادة الناس تركب انتيك ولا كولدر اندكشن، في ناس يركبون اكزوز، في ناس يركبون هيدرز، بعدين في ناس يركبون عاد الاشياء داخل الماكينه، كام سلندر هيد، سوبر تشارج، نايتروس، اللي تركبه كله. فاللي بنتكلم عنه اليوم اللي يركب البولتونز اللي هي الهوائيات يسمونها، اللي اشياء البسيطه مثل ما قلنا الانتيك، اكزوز. الحين الشيء الاول اللي راح نتكلم فيه اللي هو سالفه الانتيك اللي هو الشوته، متى تحتاج تبرمج ومتى ما تحتاج تبرمج. فهذا شيء اصلا بسيط وبوريكم طريقته، وانت تشوف سيارتك وتقيس البايب وراح تعرف الموضوع كله اذا تحتاج تبرمج ولا ما تحتاج تبرمج. هنشوف. اول شيء نبي نعرف السياره كماكينه تحتاج بنزين، هواء، وسبارك اللي هو الشرارة. فمن يصير عندك الثلاثة ذولة الماكينة تطلع هورس باور أو تشتغل. الحين السؤال إنه شلون الماكينة تعرف إيش كثر الهواء اللي قاعد يدش عشان الكمبيوتر يقول حق البخاخ إيش كثر يرش بنزين. هذا موضوع اليوم. فالحين عندنا الفيول كالكوليشن اللي هو شلون حسبة البنزين. السيارات منقسمين إلى قسمين، كل السيارات مقسومة قسمين. أول واحد اللي هو ماف سنسر اللي هو مترجم يكون على بايب الانتيك، والثاني ماب سنسر مانيفولد أبسولوت بريشر. فالماب سنسر يركب على الانتيك مانيفولد أو الثلاجة يسمونها، تحسب ضغط الثلاجة ترتفع ولا تنزل، وعلى أساسها الكمبيوتر يعوض البنزين. الثلاجة مثلا إذا واقفة السيارة آيدل تلاقيها بالماينس، ليش؟ لأن الثروتل مسكر والماكينة قاعد تحاول تسحب هواء مو قادرة، فيصير في شفط، على أساس هذا الماكينة قاعد ترش بنزين أقل. من تدوس بنزين يبتدي يرتفع الضغط داخل الثلاجة، الكمبيوتر يعوضها البنزين، فتلاقي السيارة ناعمة والأمور زينة. الشيء الثاني عندنا هو الماف سنسر، هذا طريقته شوية مختلفة. الماب سنسر هذا سنسر يكون راكب على البايب اللي رايح الماكينة. السنسر هذا يقرأ كمية الهواء اللي داشه، يعطي سيجنال حق الكمبيوتر، الكمبيوتر يعرف ايش كثر كمية الهواء اللي داشه يرش بنزين على أساسها. الحين هذا الماف هاوزينج يسمونه، الغرفة مالت الماسير سنسر، هذا ماسير سنسر يكون راكب داخل شبه الطريقة. إذا شفتوا سنسر نفس هالطريقة، ترى مو كلهم نفس الشكل بس عموما قراب من كذي، إنه سنسر عود كذي يكون راكب بالبايب قبل لا يدخل على الماكينة، هذا يعتبر إنه أو سيارتك يعتبر ماسير سنسر. الحين الماسير سنسر مثل ما تشوفونه مسوين لك هذا مال نيسان، عموما في مساحة داخل الهواء يمشي فيها ويطق السنسر هذا. بس اللي بنعرفه إنه السنسر هذا يقرأ كمية الهواء اللي داشه، بعدين يقول الكمبيوتر راح يعرف ايش كثر بنزين يرش. الحين السؤال متى نبرمج؟ خلنا نتخيل شغله. اذا خلنا نقول هالبايب كبرنا، شنو بيصير بالسنسر؟ هل بيقرا هواء اكثر ولا هواء اقل؟ والغالب راح يقول راح يقرا هواء اكثر، وانا اقول لكم لا، راح يقرا هواء اقل. ليش؟ لو تلاحظون السنسر كل ما سكرنا البايب قاعد نركز كمية هواء أكثر على السنسر، كل ما كبرت البايب الهواء راح يكون متوزع على البايب كله، هواء أقل راح يطق السنسر. شنو اللي بيصير بالكمبيوتر؟ سيارة ما تكون مبرمجة على هاي الأساس، هي مبرمجة السيارة أن يكون الدائرة هذه مثلا 80 ملي، فإذا سويت البايب 100 ملي عندنا نسبة هواء قاعد تعدي من جنب السنسر والسنسر مو قادر يقراها اللي بنوصل له. إذا طلعت السنسر وركبته ببايب ثاني
الباي بيكون اكبر من الوكاله نفسها اللي الوكاله مبرمجين عليه، لازم تبرمج. شلون؟ الطريقه كالتالي، لما احنا كدي دي ار برفورمانس، لما نيجي ناخذ السنسر هذا ونحطه بايب، مثلا هذا بايب، خلينا نتخيل ان الوكاله هذا 3 انش، شلنا السنسر حطيناه بايب 3.5 انش، فعندنا نص انش اكبر، السنسر راح يقرا هواء اقل. لما تروح تجرب السياره راح يكون فيها مثل ما قلنا، السنسر راح يقرا هواء اقل يحوشه، فالكمبيوتر عباله ان الهواء اقل، مع ان هي نفس الهواء اللي قاعد يدش الكميه، بس الكمبيوتر قاعد يشوفها اقل. السياره راح يكون فيها نقص بنزين. في عندنا اللي هو الربع، مسوين احنا البايب اللي هو التيون بايب اللي هو هذا. هذا وظيفته شنو بالاخص؟ وظيفته ان قاعد نحطه داخل البايب مالنا ويدخل السنسر هنا. اللي قاعد نسويه قاعد نغير حجم البايب، نقربه على بايب الوكاله. فما تحتاج، عشان نلغي موضوع البرمجه من السياره، فمن تحط التيون بايب هذا على السياره، الهواء قاعد يتركز على السنسر نفسه، لان السنسر يكون مثلا راكب شيء داخل هني، الهواء يكون مركز شوي على السنسر، ما تحتاج بنزين لانه قاعد يقرا بنزين صحيح، او قاعد يقرا كميه هواء صحيحه. هذا موضوع التيون بايب وهذا موضوع الماسير. فالحين اللي تسويه لما تيجي تشتري السياره او تبي تركب عليها سيستم، اذا تبي تعرف اذا السياره تحتاج برمجه ولا لا، ابطل البايب الوكاله او المكان اللي ركب فيه السنسر، اقيس الدائره الداخل اشوفها اي رقم، حسب مثلا هذه بنقيسها، هذه 78 ملي تقريبا، 78 ملي. الحين اذا شلت السنسر من هني وحطيته بايب 3.5 انش، البايب عموما 3.5 انش، اي من برا 3.5 بس من داخل يكون 3.3 او 3.4 من داخل، فالالمنيوم عادة يحسبونه دائما من برا، من برا 3.5، من داخل يكون 3.4 تقريبا. 3.4 يعني تقريبا 3 انش هاي 76 ملي، فشيء و80 ملي، معناتها شوية أكبر من الوكالة. الوكالة عادة يخلون السيارات شوية، بالذات السيارات الياباني، تطلع سيارة من الوكالة تروح الداينو تجربها من غير لا تجيس السيارة، تلاقي البنزين رتش شوية، ليه دازينة ليه منطقة الفيول زايد شوية عن اللزوم، شوية عادة تكون زايدة، بالذات سيارات اللاند كروزر. فتشوف الفرق بين بايب الوكالة وبايب دي دي ار، تقيس البايبات من داخل مثل ما تقيس المنطقة اللي داخل اللي راكب فيها الماسير، وتشوف تقيس المنطقة الثانية اللي تكون عادة بايب الشوتة سنسر، فهذه المنطقة مع منطقة الوكالة، ونشوف الفرق بينهم. 3 إلى 5 ملي هذا عادي ما تحتاج برمجة فيه، من 5 إلى 8 ملي نفضل انك برمج، اي شيء اكثر من كذي لازم تبرمج، ما فيها روح تعال. السيارات اللي هم عليها ماسير، اذا مركب مثلا، ناس يسالون على الهيدرز والامور هذه، الهيدرز في سنسرات تكون راكبه ورا دبات التلوث، وفي سنسرات قبل دبات التلوث. هذيل السنسرات، لان تدرون الجو يتغير كل يوم، نسبه الاكسجين تتغير بالجو كل يوم، ففي نسبة بنزين تصعد وتنزل، فالتغيير البسيط هذا السنسورات البلكزوز يقرأ الاير فيول مال الماكينة ويعدل على أساسها 2-3-4%، ما في مشاكل. هذه وظيفتهم الأساسية. الوظيفة السنسورات اللي راكبين ورا دبات التلوث، هذيلي وظيفتهم شيء واحد بس، هل دبة التلوث وسخة ولا مو وسخة، تحتاج تبديل ولا ما تحتاج تبديل. فلما تيجي تركب هيدرز على السيارة، عادة الناس تكنسل دبات التلوث، تشيلها اللي هو كاتالتيك كونفرتر يسمونهم. لما يشيلون دبات التلوث، على طول السنسرات اللي ورا دبات التلوث ذولا ينون، لان عبالهم ان كل هذا التلوث قاعد يمر عليهم، فالدبات التلوث خربانه، فيبتدون يقطوا التشيك انجن لايت تشب عندك، بس هذه ما لها شغل باي شيء. فلما تيجي تبرمج حق هيدرز، اكثر شيء عاده عشان
تطفي الشيك انجن لايت هذه، وتعديل بنزين شيء بسيط، قاعد اتكلم 1% ولا 1.5% اللي هي ما تاثر على السياره. اصلا تشتري سياره من الوكاله تقرا السنسرات ايش كثر قاعد يعدلون 5 6 7% ما في اي مشاكل، هذه من وكاله تشتري السياره. فلما تي تركب الهيدرز وتحتاج فرق 1.5% ولا 2%، السنسرات بيسوونهم بيعدلونهم وخلصنا. وبنفس الوقت انا قاعد اقول لكم على هالموضوع، لان لما قلت لكم السنسر لما يكون حجم البايب فرق 3 الى 5 ملي معناته اوكي في نقص بنزين راح يكون او نقص كميه هواء قاعد طق المترجم، بس السنسر اللي بالقزاز راح يقراها وراح يعوضها هو من نفسه. فبدال لا يكون الوكاله قاعده تعدل 4 5 6% راح تعدل من 6 الى 7% او الى 8%، ما فيها مشاكل. بس لما يكون الرقم عالي او الفرق يكون كبير اللي هو 8 ملي 10 ملي الارقام هذه، يبتدي سنسر الوكاله يعدل 15 16%، وعاده مع الوقت اذا قام يعدل وايد راح تشيك انجن لايت راح تشب عندك على طول، وراح يقول لك انه في بانك 1 ولا بانك 2 اللي هو السايد اليمين او السايد اليسار لين، ولازم تبرمج السياره. فيهم كم سؤال، مثلا واحد يقول انا مركب هيدرز وشوته، هل احتاج ابرمج؟ هم نرد ونقول اذا الشوته نفس حجم الوكاله ما راح تحتاج تبرمج. انا قلت بالبدايه الهيدرز راح يكون في تعديل بنزين بسيط الكمبيوتر راح يشيله، والشوته مثلا اذا يتركبت شوته في فرق مثل ما قلنا خلينا نقول 5 ملي الفرق، او خلينا نتكلم على نسالبتك على طول. نسالبتك واحد يقول انا مركب شوته من عندكم وحاط هيدرز مركب، السياره تحتاج عيار، السياره اكيد تحتاج عيار، لان لما يتركبت الهيدرز وانا ادري سيستم الفيتك بالذات الفرق مو 5 تقريبا 6 7 ملي، 6 7 ملي بروحها ممكن تغنيك عن العيار. ليش؟ لان السنسر مثل ما قلت لكم سنسر الاكزوز راح يعوض البنزين هذا، بس الحين عندك شوته سنسر اكزوز مضطر انه يعدل يعوض بنزين، ولما تتركب الهيدرز هم تحتاج بنزين زياده، فهذه زائد هذه صاروا وايد.